أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقوم إمام مسجد في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان بأربع ركعات. يقوم إيش؟ يقوم إمام مسجدنا في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان بأربع ركعات، ثم أربع ركعات، ثم ركعة ويسلم، وقد نصح بعدم جواز ذلك، ولكنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل أربع ركعات ثم أربع ركعات ثم يوتر. يا أخي لو بغيت تصلي لنفسك سو ما تبي، لكن صلي بالناس لا، صلي بالناس مثل ما عليه العمل، تكون بما عليه العمل في البلد ولا تشل عن المسلمين. ولا لا تصير إمام، لا تصير إمام، صلي لنفسك وكيفك بينك وبين ربك. نعم. أما أنك تجيب اجتهاداتك وآرائك وتبي تفرضها على الجماعة وعلى وتخالف ما عليه العمل عند المسلمين، فهذا أمر لا يجوز. وإذا أنك ما ترغب الإمامة لا تصلي بالناس، تحملهم وتشوش عليهم وتحرمهم من الأجر. أنا أسمع أن فيه أئمة يغلقون المساجد بعد في العشر الأواخر، يغلقونه إذا صلوا التراويح غلقوا، ما في تهجد ولا هذا حرمان. يا أخي لا تصير إمام، خل الإمام لغيرك، لا تحرم الناس. لو بغيت تحرم نفسك لا تحرم الناس. نعم.